نفس البروجكت بتاعنا اللي كنا سمحنا فيه للاند يوزرز بتوعنا انهم يعملوا لوج ان باستخدام جوجل وباستخدام الفيسبوك، هنضيف كمان طريقه ثالثه يقدر الاند يوزر يعمل بيها ريجستر على الابلكيشن بتاعك وهي مايكروسوفت اكاونتس. اول حاجه برضو هنا محتاجها زي ما عملنا بالظبط لما كنا بنضيف جوجل ولما كنا بنضيف الفيسبوك، هي اني الاول اروح انستول الباكج اللي انا محتاجها، والباكج اللي احنا محتاجينها هنا اسمها microsoft.asp.net-core.authentication.microsoft-account. هختارها واعمل لها انستول واقول له accept. بعد كده هروح على Azure Portal، برضو هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، ولازم طبعا تكون عامل لوج ان باكونت بتاعك، وهقول له نيو ريجستريشن، وهختار هنا ديسبلاي نيم للابلكيشن بتاعي، هسميه برضو بنفس الاسم external logins. بعد كده هتحتاج هنا تحدد ايه هو نوع الاكونتس بتاعت مايكروسوفت اللي تقدر تعمل ريجستريشن على الابلكيشن بتاعك، فانا هختار كله، هاجي هنا اقول له اني اورجانيزيشن او حتى لو اي بيرسونال اكونت. بعد كده هنا في ريدايركت يو ار اي، هختار برضو هنا ان احنا الابلكيشن بتاعنا النوع بتاع ويب، وهدي له هنا اليو ار ال بتاع اللوكال هوست بتاعي، هختار نفس اليو ار ال ده واجي هنا اضيفه، وزي ما عملنا بالظبط برضو في الفيسبوك وفي جوجل هقول له ساين ان داش مايكروسوفت، وبعد كده هقول له ريجستر. بعد ما اخلص يهمني هنا او انا محتاج منه تو فاليوز، الفاليو الاولانيه هي الكلاينت اي دي، والفاليو الثانيه اللي انا محتاجها منه هي كلاينت سيكريت، نفس الاسم بالظبط اللي كانت موجوده في جوجل اكاونت. اول حاجه الكلاينت اي دي اللي هو الابلكيشن كلاينت اي دي اللي هو موجود ده، برضو الفاليو دي ما تعملهاش شير مع اي يوزر. بعد كده محتاجه جنريت كلاينت سيكريت كي، فهروح على سيرتيفيكت اند سيكريتس واجي هنا اقول له نيو كلاينت سيكريت، وهنا ممكن تضيف طبعا ديسكريبشن ليه وتحدد هو هيكسباير بعد قد ايه، لو انت محتاجه ما يعملش اكسباير تماما فممكن تقول له نيفر. انا دلوقتي مثلا مؤقتا هقول له 1 يير وهقول له اد، كده بقى موجود عندي الكي تحت الفاليو، خلي بالك انه هيظهر لك مره واحده وبعد كده مش هيظهر مره تانية ابدا. كده انا جاهز ان انا ارجع مره تانية على الابلكيشن بتاعي، هروح برضو على الاب سيتنجز واضيف سيكشن جديد هنا لمايكروسوفت، فهياخد نفس السيكشن بتاع جوجل لان هم كانوا بنفس الاسامي بالظبط، لكن طبعا بدل جوجل دي هقول له مايكروسوفت، وهضيف هنا او هغير هنا كلاينت اي دي وكلاينت سيكريت بالفاليوز بتاعه مايكروسوفت. بعد ما غيرتهم هعمل سيف وهقفل الفايل ده، واحتاج ارجع تاني على الستارت اب كلاس، زي ما ضفت هنا برضو جوجل وضفت الفيسبوك هضيف برضو مايكروسوفت اكونتس، فهاجي اخد الجزء ده مثلا كده كوبي، وبعدها هنا اقول له بيست، وبدل اد فيسبوك دي هقول له اد مايكروسوفت اكونت، وهنا بدل فيسبوك اوبشنز هقول له مايكروسوفت اوبشنز، وبالتالي محتاج برضو اغير التو فاليوز دولت. وهنا ما عندوش حاجه اسمها اب اي دي، عنده حاجه اسمها كلاينت اي دي وحاجه تانية اسمها كلاينت سيكريت، وريبليس برضو الفاليو هنا وهنا، وبدل فيسبوك دي هقول له برضو مايكروسوفت، واغير هنا برضو مايكروسوفت، وانا كده مديله الفول باث. خلينا نعمل بيلد ونرجع على الابلكيشن نعمل ريفرش، كده ظهر عندي لينك تالت فعلا لمايكروسوفت، وبرضو اللوجو مش باين عندي، فهرجع مره تانية علشان اضيف له لوجو بنفس الطريقه بالظبط. هنا ممكن ناخد الجزء ده الاس اف دي واقول له هنا الاس اف ان الديسبلاي نيم بتاعي مايكروسوفت، هغيره بدل اللوجو بتاع الفيسبوك، وارجع مره تانية هنا ريفرش، كده اللوجو بتاع مايكروسوفت ظهر وقال لي لوج ان ويز مايكروسوفت، تعال نضغط عليه. كده عاوزني اعمل لوج ان باستخدام اكونت يكون بتاع مايكروسوفت، انا هنا برضو على البراوزر ده مش عامل لوج ان باستخدام اي اكونت على مايكروسوفت، فهرجع على البراوزر اللي احنا بنجرب عليه كل مره واقول له لوج ان مره تانية، بعد كده لوج ان ويز مايكروسوفت، انا هنا عامل لوج ان باكتر من يوزر، فهختار اليوزر اللي انا حابب اعمل بيه لوج ان او الايميل اللي انا حابب اعمل بيه لوج ان هختاره. طبعا هنا هو بيفيريفاي معانا ان انا فعلا عاوز اسمح للابلكيشن ده اني الوج باستخدام الاكونت بتاع مايكروسوفت بتاعي، فهقول له يس. نفس الخطوه برضو هقول له ريجستر، وهاجي هنا اقول له كونفيرم، بعد كده اروح اعمل لوج ان مره تانية. كده انا عملت لوج ان باستخدام الايميل بتاعي على مايكروسوفت، ولو رجعنا برضو على الداتابيز وفتحنا التيبل بتاع اليوزرز هنلاحظ ان فعلا في ريكورد تالت اتضاف هنا في الايميل بتاعي بتاع مايكروسوفت. كده نكون تقريبا وضحنا اكتر ثلاث طرق مستخدمين في انك تسمح للاند يوزرز بتوعك انهم يعملوا لوج ان على الابلكيشن باستخدام اكسترنال بروفايدرز. شكرا جدا لكم.